دلوقتي يا حبايبي بعد ما غطيت كده التورته بالكريمه هبدأ بقى دلوقتي ان انا اعمل الجوانب ديت بالفول السوداني. كده بنفس الطريقه هعمل بقى ايه كله كده اهوت ونرجع تاني. دلوقتي يا حبايبي هبدأ بقى ايه ازين بقى بعد ما غطيت كده الجوانب كلها بالفول السوداني. هبدأ بقى ان انا ازين بالحاجات اللي انا قلت لكم عليها. معايا الملبس والفروطه المسكره. الفروطه المسكره ديت اللي هي دي كنت عاملاها من السنه اللي فاتت بقشر بطيخ، فدي هستخدمها النهارده. وهستخدم الحاجات بقى اللي انا قلت لكم عليها ده كده الفول السوداني اللي هو بالشوكولاته والمارشميلو وكوكا كولا، كل الحاجات بقى اللي احنا ايه قلناها في الفيديو اهي. بس انا هجيب لكم الصوره كده برضه عشان تبقى واضحه. طبعا تقدري ان انت تجيبي اي حاجه تعجبك. يلا بقى كده ايه كده الصوره ايه كده كده حبايبي بعد ما غطيت بقى زي ما احنا شايفين كده عايزه بقى نعمل ايه بقى مثلثات. كل مثلث كده هحط فيه حاجه من الحاجات اللي عندي ديت. فعلشان احدد المثلثات انا مش عايزه اقطع التورته دلوقتي ايه، فهحدد بس كده بالسكينه اكني بقطعها ماشي. يعني هاجي من هنا كده اهوت على الكريمه بس من غير ما اضغط ماشي. هعمل بس ايه كده اهوت واضحه. هاجي بقى ايه من هنا كده برضو عشان انا مش عايزه بقى اعمل خطوط بالكريمه. يعني انا عايزه ايه يعني ما يبقاش التزييم بتاعها يبقى ياما ويبقى شكله وحش. يعني هاجي من هنا كده اعمل بقى ايه تاني تحديد بس مش بضغط. عشان ايه لما اجي احط الحاجات اللي انا هزين بيها اللي انا وريتها لكم ما تبقى ايه تبقى مظبوطه. طبعا انا بمنديل ورق وكل مرة بتمسحي الايه السكينة من الكريمة. كده ايه جميلة. هبدأ بقى ايه دلوقتي اخدها صورة برضو وهي متحددة كده. ماشي يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا اول حاجه نبدا ايه بصوا اللي عندي الحاجات يعني على قد بقى ايه انا هحط في كل مثلث حاجه وعلى حسب بقى ايه ما تاخد معايا. حتى لو في حاجات ما اتحطتش يعني خلاص بقى احاول ايه اللي انا يعني ايديا تبقى على المثلث بس. يعني اللي انا ما ايديا ما اروحش على المثلث التاني. طبعا هي ساعة التقطيع بقى احنا بنضغطه بقى على المكان اللي احنا اللي بتحدد بالسكينة ده. نحط ايه هنا كمان
اجي بقى من هنا احط الايه الملبس. طبعا هو ملبس شكلين مع بعض عشان هي واحدة هو بصراحة تقريبا ملبس، والتانية اللي هي ملبسة اللي بتبقى جواها شوكولاتة ديت، مش فاكرة اسمها والله. بس واحدة ايه صفر ونهوت، وهنا حطوا واحدة زرقاء بس كده اهوت، مش عايزاها ايه تبقى كده حلوة. نيجي بقى ايه اهوت، هحط اللي هو السوداني اللي هو اللي بالشوكولاتة ده. بس كده موت بقى ايه، نحطه جيلي كولا نقصف كده. حبايبي حابه بقى لا زين نه بالجيلي كولا، صراحه ريحته تحفه، ريحته طالعه، ريحته جميله جدا. جبت الكيسين على اساس ان الواحد مش هيكفي، بس حاسه ان الاتنين نفسهم مش هيكفي. هتشوفوا عموما يعني ممكن ايه كده اهوت الدبدوب غطس مني شويه. الكيس الواحد فيه 8، 3 جنيه الواحد. الله احنا وش ولا فضي اللون اللي طلع واحد بس فضي من الكيسين. لا في واحد تاني حطه تحت. ممكن ايه نزنقوه كده بس كده. سبحان الله الكيسين كفوا، الكيسين على قد واحدة يعني كده بقى ايه هنشوفه ايه تاني نزينه ايه تاني بالشوكولاتة مندولين. عندنا لسه احنا لسه قدامنا 4 اهوت. هو عموما حاسة ان الكيس المارشميلو الواحد هيكفي، هيكفي يعني مش ضروري اتنين. الشوكولاته بقى كده اهوت اهيت، ده كده شملها معانا 2 منهم، معانا 2 الباكو في 2 اهوت. حابه ان انا اطبعها بقى كده اهوت، يعني اللي الطباخه عندي نظيفه فهقطعها كده ايه شرايح.
تفتكروا انا هناخد واحدة ولا اتنين؟ اعتقد انا اتنين. نشوف. ايه اهو جبتي، مش مهم حتى في الفيديو. بص جاية على واحدة. لا قطعت. عايزة اجيب يعني، هي كفاية بس الشوكولاتة ديت. تفضل معانا من جوه. اتفضل اتفضل كده. ايه ديت واحدة كده من الحاجات ديت. كل ما بيتبقى حاجة انا بس هبقى سعيدة جدا. اوريكوا بقى من هنا. معرفش هو الاضاءة حاساها غامقة شوية بس يعني كده. فاضل نزله بقى بال بالبشاميل والاوريو والهوهوز والكوينكس. هيكفي كله؟ لا هيفضل منه كده. بص شغالة. لا هو كيس واحد. بص هاتيه من جوه. انت شايفين ابيض و وبامبا وبامبا وايت وبامبا. واحدة كده واحدة كده. انا وانا بشتري هناك تخيلت ال يعني اللي احنا مش هيكفي يعني، عشان كده جبت اتنين. لا هو عشان كبير كمان يعني. ديت ايه كده بدل من ايوه كده احسن. ايوه كده كده عشان المثلث. فانا بمشي على تحديد المثلث كده. فضل معانا واحد تمام. في واحدة وقعت. ايوه ما استني. يلا هيبقوا اتنين كده مش مهم. كنت عايزة اجيبها واحدة واحدة بس ما جت معايا كده. كده كيس بقى ايه اوريو ولا ممكن كيس المارشميلو فيه 9. بص الاوريو شو شكله. جميل جدا. ما ايه رايكم نخليها الواحده بوحدتها ولا نكسره ركنات؟ يعني مش عارفه بس يعني اعتقد لا نكسر احسن. يلا اربعة تربع. دي برضو ايه نكسرها. هيفضل منه برضه. اخر حاجة تفتكروا بقى تبقى ايه؟
كده ما بقاش معانا غير هوهوز وتوينكس، هنختار حاجة منهم. هنختاروا كده اللي هي اللي عشان يبقى اللون اللي بس كده كده دي خدي انا ده ديت كده انا هختار ديت. هي قدامي حاجتين من الاتنين، يا دي دي بس انا هختار دي دلوقتي. ليه بقى؟ عشان البسكوت انا هو لونه بني، فمش هينفع اتنين بني جنب بعض. بس يعني والتورتة عامة فيها ثلاثة، الغامقة شوية يعني كده. يعني لو فرطة مسكرة وفاصل ما بينها واحدة وبعدين دي ملبس، تحس ان الدنيا متشكلة مع بعض. هقطعها شرايح. كده هنا بحب تونكيز جدا. سوري. ايدك يا ماما. شايفين الكريمة اللي طالعة منها؟ ايوه كده، واخيرا التزويق خلص وكده خلاص. يعني طبعا من منها برضو جيبي كده يا ندى، مش كلها برضو. ايه دلوقتي انا هلم بقى الحاجات ديت كده، يعني عرفت بالدنيا كده ونرجع تاني. اوكي كده حبايبي، دي كده شكل التورته كده معانا النهارده، واتمنى يعني اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما طريقتها سهله جدا وبسيطه، وزي ما شفنا الزواج بتاعها يعني سهل وبسيط، تقدري بقى ان انت تنوعي فيه زي يعني زي ما انت عايزه. يعني شايفين اهوت، عايزه تعملي زي انا ما عملت كده، يعني بصراحه شكلها تحفه. انا بجيب لكم من جميع الجوانب. كده حبايبي، كده هقطع منها حتة عشان ايه اوريكم برضو شكلها كده من جوه، ونشوفوا ايه يعني ونشوفوا شكل يعني الكيكة، علشان هي فعلا الكيكه ديت يعني انا كنت مجرباها قبل كده، وكنت عامله منها في القناه كب كيك فانيليا وشوكولاته، وكانت تحفه وجميله جدا وهشه. فعشان كده حبيت ان انا اعملها النهارده في قلب اعمل خليط الكيكه دهوت في قلب يعني اعمل منها تورته كده اهوت، وعشان يعني بصراحه هي كانت طعمها جميل جدا. واتمنى كمان ان انتوا تجربوها كمان وتقولوا رايكم فيها ايه. كده بقى ايه، هثبت التليفون عشان اوريكم برضو ايه شكلها كده وقت من جوه. دلوقتي يا حبايبي هقطع بقى الجزء ده كده زي ما احنا شايفين، هي المثلثات بقى متحددة زي انا ما كنت ايه يعني محددة كده قدام منكم. فانا دلوقتي بس هاجي من هنا كده اهوت على تحديد المثلث، وهنزل السكينة كده اهوت على القطعة اللي هي عايزاها، على الحتة بس اللي انا عايزاها بس. طبعا هي المفروض بعد انا ما بزوقها كده اهوت بدخلها التلاجة شوية، وبعد كده ايه بعد كده اقوم اقطعها. بس انا عشان عايزه انهي الفيديو وعايزه كمان اوريكم شكلها، عشان مش هينفع ان انا اختم الفيديو كده اهوت من غير ما تشوفوا شكلها.
فعايزة اوريكم شكل الكيكة من جوه. بقى داية السكينة بس من تحت كده عشان اعرف اطلعها، وانا ايه يعني صوابعي من فوق بس مش هضغط جامد، ده عشان اعرف بس اللي انا ايه مسكة خفيفة. ماسكة خفيفة بس عشان اعرف اللي انا الله ما اطلعها. شاء الله تبارك الرحمن. شايفين كده بقى ايه، هنحطها كده ايه بالراحة خالص. انت ايه كابت فيها؟ تعبت. ارفعيها. شايفين شايفين الكيكة حتى هشة ازاي وجميلة. ثواني يا نت. الفول السوداني شوية مكانين. السكينة جت على على جنب التورتة، ايه عشان ايه عايزة برضو الشكل بتاعها يبقى. كان فاضل معايا شوية فول سوداني فانا ايه هعملهم كده اهوت. اتمنى حبايبي ان الفيديو النهارده يكون عجبكم وتقولوا لي رايكم ايه كده اهوت. ويا ريت بقى اللي لسه يعني متابع القناه كده لاول مره، فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم وبتستفادوا منها، يا ريت ان انتوا تدعمونا كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. لا كان معاكم حنان الوراقي ام ندى وفتحي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كده حبايبي بعد ما عملت التورته كده معاكم وبدات اللي انا قطعتها وحطيت كل قطعه كده في طبق، فجاتني فكره برضو كمان اللي انا يعني غيرت منظر التورته خالص بقى ساعه التقديم بقى، عشان يعني اللي عايز بقى ياكل منها وكده اهوت، فمش هتبقى يعني قلت بقى ايه قلت اغير. بس انتوا لو حابين تعملوها بقى ايه بنفس الفكره تورته مدوره كده اهوت، يبقى انتوا كده عندكم في الفيديو ده 2 فكره للتقديم. ما ماشي، اللي انت تقدميها كتورته واللي انت تقدميها بعد كده كقطع جاتوه كده صغيره زي ما احنا شفناها كده اهوت. انا شلت اول طبقه من فوق، وطبعا من تحت كده كان في كريمه، فعملت انا ايه بقى راجعت انا الزواق اللي هو كان فاضل عندي تاني وزعته تاني كله، فانا كده خلصت كل الزواق اللي كان عندي انا وندى. فجتني الفكره ديت بصراحه، فقلت عشان ابني لما يجي ياخد حتى الحته ما تبقاش عاليه عليه، فطلعت معايا الكميه يعني زي ما احنا شايفين اهي بسم الله ما شاء الله كميه يعني جميله اهي. فانا حبيت برضو اللي انا يعني بدل ما انهي الفيديو وكده يعني حبيت برضو اللي انا ارجع تاني واوريكم برضو الفكرة اللي انا عملتها. فيبقى انتوا عندكم كده في الفيديو 2 فكرة، اللي انت تقدميها كتورته واللي انت تقدميها كجاتو. لو مفيش خناقة تحصل عندك هي لو مفيش خناقة فانا خناقة بقى. فانا عشان الخناقه اللي هتحصل ف انا فطبعا هو ده عايز من الزواق ده كذا، ده انا عايزه كذا، فانا ريحت دماغي ورحت عاملها له بكميه كبيره، لان انا واخويا بنعشق حاجه اسمها الحلويات، فبنعشق حاجه اسمها شوكولاته وان شاء الله تلاقوها يعني عملت كميه كبيره هي. يلا عايزاكم بقى تقولوا لي ايه، عايزاكم يعني تقولوا رايكم ايه بقى
في التقديم الاولاني اللي هي كتورته ولا التقديم ده؟ تكتبوا لي تعليقات وتقولوا لي انهو اللي احسن. نعم، أو واحد أو اتنين. واحد او اتنين. يبقى انتوا كده عندكم ايه، التقديم اتنين يعني، واحد واتنين. نشوفوا بقى ايه عندكم فكرتين. نعم، ديت العجب ديت كده يكتب اتنين. شايفين هشة ازاي؟ بصراحة جميلة جدا. نعم، ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، لايك كتير لان اليوم كان طويل كان ومتعب. تعب. لايك بقى للفيديو وسبسكرايب تحت في القناة وفعلوا الجرس، وبعدين اكتبوا بقى رأيكم تحت في التعليقات تحت. اللي عاجبه ديت يكتب اتنين، واللي عاجبه الاولانية يكتب واحد. يلا انهي انا الفيديو. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراكي، وكان معاكم ندى. ندى بنتي. يا ريت بقى اللي لسه متابع الفيديو لاول مره، اول مره يشوف القناه، يا ريت كده تدعمونا بالاشتراك في القناه فضلا وليس امرا طبعا. وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي. يلا ما تنسوش تكتبوا لنا تعليقات وتقولوا لنا انه فكره الاحسن. نعم، واحد او اتنين. مش هاخد من وقتكم كتير والله، هي واحد او اتنين بس. عايزه بس انا حابه ان انا اعرف رايكم، ما مش اكتر. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا باي.